مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بطلب عدد كبير من المغاربة وجهوا النداء الأستاذة زين بخيار، محامية بهيئة الدار البيضاء. الموضوع هو شيئا ما مهم. أستاذة زين عندها 40 سنة أو ما يفوق، وهي في مهنة المحاماة، دوزات ملفات كتار، عشت مجموعة من القصص. عدد كبير من المغاربة طرحوا مع الأستاذة سؤال، قالوا لها أصعب الملفات اللي دوزتي في المسار المهني ديالك. أستاذة زينب استجبت الطلب وغادي تناول معانا أول قصة اللي أطرات على زينب في المسار المهني ديالها. قصة صراحة قبل ما التصوير القمة في الغرابة. تبعوا معايا أستاذة زينب، السلام عليكم. تتواصلوا معك الرأي العام المغاربة الجالية المغربية، طلبوا منك أصعب القصص اللي دوزتي واختاريتي الأولى اللي اليوم غتروي علينا. عاودي لنا هذه القصة. السلام عليكم أستاذ الزين بخيار، محامي بهيئة الدار البيضاء. شكرا أستاذ يوسف على هذه التزكية ديالكم. من انتم كدير واحد الدور كبير اللي كنفتخر بكم، بالاخص انتم، لانكم عندكم مصداقيه كبيره اللي كيصدقوكم المغاربه على الصعيد العالمي والصعيد الداخلي. اول، انا عندي قصه كبيره، لانني انا عندي ما يفوق 40 سنه ديال المحاماه. راه داك الشيء اللي شفت والملفات اللي خديت، لان كنت كندير ديما كنخدم، ماشي من الاول ديالي انا كنخدم وكنجري، لدرجه انك يقول لي النمله الشغيله. انا دوز شفت بزاف الملفات اللي خطيره جدا اللي ما كيعرفهاش الشعب المغربي، ودابا انا غندب اولهم اللي هي زينه المحارم. زينه المحارم اللي دوز تقريبا شي 100 ملف ديال زينه المحارم. هاد زينه المحارم اللي هي مسكوت عنها في المغرب، في جميع الدول العربيه ويمكن حتى الدول الاسلاميه كلها، لان احنا عندنا بكثره هاد زينه المحارم اللي الشعب ما كيعرفهاش. اولا غنعاود لك من ضمن هاد القصص اللي 100 قصه واحده ديال واحد الوكيله جات عندي، اللي هي منقبه لسيده في كبيره في السن في مقتبل العمر، عندها واحد ثلاثه دراري ذكور، تهما متدينين، دايرين زعما متدينين، دايرين الحياه ودايرين هذا، وحتى الاب ديالهم متدين. البنت بنتها عندها 40 سنه اللي هي دايره النقاب حتى هي. ملي جاي انا كنت كنوب على السيده، لان الزوج ديالها اللي هو جاي طلقها طلاق الشقاق. هادشي في البدايه، ملي عاد المدونه ديال الشقاق بدات في البدايه، من سنه ديال 2000 تقريبا، شي مده ديال 15 سنه تقريبا. ملي جات عندي كنوب عليها، بطبيعه الحال الشقاق تتكون واحد جلسه ديال الصلح. القضيه استدعت الابناء ديالها، لان ديك الوكيله ديالي كانت في مقتبل العمر، يعني سيده كبيره عندها ولاد كبار اللي ما يفوق 40 سنه. الاب ديالهم اللي هو واحد، تعرف الناس ديال البربر كيكونوا، كان حنا عندنا في المنظومه ديالنا بان دوك الناس ديال الشيوخ البرابره تيكونوا متزنين، تيكونوا هو كيسكر اللي كيدير برا. اذا القضيه ملي استدعت ولادها جوج طوال ودايرين الحياه ملتحين، وبنتها لا هز جوج دراري معاها جاي على اساس الصلح. المهم اللي دخلنا لجلسه الصلح، بغاو القضيه بغات دير محاوله صلح باي طريقه، لان مراه كبيره ما عندكش تطلقها، مراه كبيره وعندها ولاد كبار ما عندكش تطلق، ما كاينش اسباب مبرره. بقات ما كانش، ما نجحش الصلح. ديك الساعه خرجوا القضيه، بقات معنا في المكتب. قالت لي الكاتبه ديالها، هذيك البنت كتقول لك انا بغيت نهضر، كل ما كتقول بغيت تهضر ما خلاتها. بنته اللي هي عندها 40 سنه، اللي جايبه معها جوج دراري، كتقول لها مجوجه. هذه البنت مجوجه، عندها راجل ولد اربع دراري. لدرجه ان القضيه ملي خرجت البنت اللي هي اللي عندها 40 سنه فوق، اللي عندها اربع دراري اللي هي بنتهم، خرجت متنقبه، خرجت قضيه. قالت عندك تكون هذه تعطيني شي نقطه ديال الصلح. قالت لي الكاتبه ديال الجلسه، قالت لها شوفي كانت ندخلوها. وفعلا انا دخلت ديك الساعه نشوف واش عندها ما تقول. فاذا بنا احنا بثلاثه تصدمنا، لان قالت القاضيه بغيت نقول لك شي اسرار اللي على اساسها الاب ديالي بغى يطلق امي. قلت لها شنو الاسرار؟ قالت انا الوالد ديالي جاب لي واحد من البلاد اللي عطاه حانوت تحت الدار، هو عنده عماره، عطاه بارتما واللي هي على اعتبار داك السيد
انا بغيت نعرف في نظري الناس، واحد راه ما يمكنش واحد نسيب جا عطاك الدار وعطاك حانوت وعطاك هذا الشيء يعني انه راه مزيان، ما يمكنش تشك. حتى واحد ما يقدر يشك بان هي ما كتخرجش من الدار، حتى واحد ما غادي يشك في هذيك السيده، بالاخص هما دايرين متدينين منقبين، هذا راه ما يمكنش. قالت القضيه الشيء هذاك الشيء انا راه جوج جنب ذاك السيد، ولكن هذوك الولاد الاربعه راه ولاد با ولدتهم مع الاب ديالي. قلت لها كيفاش ولدتي مع الاب ديالك؟ قالت لي لانك كندير معاه ممارسات من كنت طفله باقا صغيره، يعني انها كانت في مراهقه والوالد ديالها تيسفرت بها بوحده والعائله كلها عارفه، بما ان اساكسين الطابوات ما قدروش يا ام كتشوف، لدرجه انها قالت كانت تعاشرني في النفاس. هذاك كيشوفوا بعلم الجميع الدار عارفين بانه راه هذا ساكسين. اذا القضيه قالت لها كيفاش؟ واش انتيا دابا كنتي قاصره نقولوا درتي هذا الشيء، ولكن ملي رشدتي؟ قالت لها لاني وليت كنبغيه، لانني هو الاول بان لي في حياتي، ملي وليت كنبغيه انا. لدرجة انك ما يمكنش دابا كيبان لي بحال هو اول واحد حبيت في الدنيا هو با، ما يمكنش ينجوج شي واحد. ديك الساعة القضية نظرت واحد الكاتبة ديال الجلسة مشكورة بحال قربت صرفقة، لان ما تقبلاتش هاد الشيء. ولكن انا من الناحية الاجتماعية والواقعية اللي كاينة في المغرب وفي العالم كله، راه البنت ملي كتكون باقا صغيرة راه خاص الامهات يلاحظوا، راه حتى ذاك الاب راه غتشك فيه، لان ما يمكنش تكون من الصغر خاص يعودوا يراقبوا ولادهم، راه حتى والديهم غيخافوا منهم، لان هذه القضيه ماشي عندي، هذه القضيه عندي ملايين قضايا بزاف من المال. كيفاش الام عارفه؟ لان ملي كتمر الام ديالها عارفه، عارفه لان دابا راه من الصغر ديالها هو كيمارس العلاقات الجنسيه، ولد مع هذوك الربعه ولادو، هذوك الربعه بثلاثه ديال باه، ربعه ديال باه. وهذاك الراجل، هذاك الراجل مسكين تيفرح تيقول كيفاش غتصور الدرجه، يقول هاد العائله مزيانه، عطاني فين نعيش، عطاني الخدمه، عطاني. كيسحبوا ذاك الراجل بين ولادو، الراجل اللي كيسحب بانه ولادو. كيفاش هذا؟ راه حتى واحد ما يقدر يشك. الناس خاصهم يعودوا يفهموا واحد القضيه، راه خاصك تشك في كل شيء، راه ما يمكنش دابا راه حيت دايره النقاب وحيت دايره حيت با داير الحياه وحيت هما الناس متدينين وحيت عاطيني المحل، لا خاصني نراقب، راه خاصك تكون عديتي شي ملفات اخرى زين المحارم ديال الخوت. لقاو السادة في هذا، ملي تكتشف هذا الامر عند السيده القاضيه اللي هي قضيه ديال قضاء الاسره، هذا ملف جنائي، دخلت الامور الجنايات هنايا، شنو درتوا في هذا الشيء؟ عيطت القاضيه المحترمه ديك الساعه على رجال الشرطة باش داوهم الحراسة النظرية، ولكن البنت ما اعتقلوهاش، أنا صبروها ضحية، لأن كان الاغتصاب ديالها وكان ديك سابقة قاصرة، ولكن الأب خد 20 سنة سجن نافذا. والمرأة طلقت منه؟ طلقت منه، راه معلومة غادي تطلق منه، هي ما كتبغيش هذاك الراجل، هي كتبغي باها، لأن يمكن اي واحد يقدر يوقع في هذه القضيه، اي مراهقه اول واحد كيبان ليها كتمارس معاه راه كيعود تعود كتبغيه، راه ما كاينش داك القضيه تاع تولف، راه ماشي شي حاجه زعما خاص انسان يرد البال لاي واحد غريب على اي واحد قريب منك اول تبدا به، لان كنعرف بزاف حملوا مع باواتهم مع خوتهم مع ملايين الناس وقع لهم هادشي وسكتوا، ولكن في الاخر تفضح كلشي. لدرجة أنني نبت على واحد النهار جابوها من واحد اغتصب بناته بثلاثة جاي من هولندا، لأنني لدرجة أنني كنت ديك الساعة باقا في التمرين، أول ملف بديت فيه عطاني الأستاذ الله يرحمه اللي كنت كنتمرن عنده، عطاني أول ملف هو هذا، كنقرا واحد في تنقرا، وكانوا المشكلة كانت عائلة ديالي كلها مشات لمراكش، بقى الأب ديالي ديك الساعه انا بقى صغيره بقى عذابه ديال التمرين، كنقرا في ذاك الملف تنقى كيفاش هذا اغتصب بناته ثلاثه كيجي من هولندا اللي هو مهاجر في هولندا من الحسيمه، اغتصب الاولى حملات، اغتصب الثانيه الثالثه، هو الاخ ديالهم ولا مشى بالاخ، الام ديالهم ولات كستيلو ما تقدرش تدوي،
لان كتمارس على بناتك. هذا الملف الثاني اش من سنه؟ الثاني هذا قلت لك ملي كنت في التمرين 40 سنه هذه، لدرجه انني بغيت نوصف لك القضيه، لان با انا كنت من المقربين اليه، بقيت غير انا وياه في الدار، عندنا واحد البيت فوق، سديت عليا ذاك البيت، الوالد ديالي كيقول لي تيدق عليا كالعشاء، قلت ما بقيتش باغي نتعشى، ما بقيتش وليت شاكة، ما بقيتش، قال لي هاك يا تاي، طليت علي من واحد الشرجم، قلت لها عطيني يا تاي، وليت خايفة من با، وقسما بالله لازم بقوة ما أثر عليا ذاك الملف، قسما بالله لو وقع لي هادشي، وبا قرب علي وبا وليت كيدق عليا من الباب كيقول لي هاك العشاء، قلت له لا لا ما بقيتش باغي نتعشى، دار تاي كيدق، كيعطيني بالشرجم. كيفاش غتبقى تطيق وانت كتشوف هاد الملفات؟ ما يمكنش، مع العلم ان با ربا راه ما كيبقى العامل النفسي في الموضوع. لا العامل النفسي، لان بارك تنقرا في ذاك الملف كبير، وبا بارك يدق عليا هاك يا تاتاش، ولا كيبان لي هو ذاك الراجل، وما كاين معايا حتى واحد في الدار. اذا الانسان راه ضروري كيتاثر، وضروري كيعلم التجارب هي اللي كتعلمنا، ولا ما كانتش التجارب راه عمرنا ما نتعلموا. والحمد لله هذه المهنه اللي عطاتنا بزاف الحوايج، اللي هي عرفنا المجتمع كله اش كيسوى، عارفين صغير كبير، عارفين غني عارفين فقير، عارف كل شيء، عرفنا كل شيء كل شيء كل شيء، الميادين كل شيء الميادين عرفناها. استاذه شكرا لك، عطيتينا الملف الاول وعطيتينا النبذه من الثاني، والحلقه الجايه غنشوف مع قصص اخرى. شكرا لك مشاهدينا الكرام، ما يهمنا في الموضوع هو تقديم افاده للراي العام في بعض الملفات اللي داز سنين طوال وتعتبر شيئا ما من طابوهات. مشاهدينا الكرام، نحن لنتتبع بعض الملفات اللي تناولتهم الاستاذه زينب لتنور الراي العام اكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.